السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. حياكم الله عيالنا. اليوم كلامي حق طلبة وطالبات، سواء متوسط ثانوي حتى الجامعة. اخواننا هذا الكلام ان شاء الله راح يكون لهم بالمختصر، لان ادري ما عندهم وقت وراهم دراسة. والله يوفقهم يا رب، هم بدوا امتحاناتهم اليوم. انا كلامي راح اتكلم مع بسميهم عيالي ان شاء الله، امون عليهم الطلبة او طالبات، واذا في اولياء امور قاعد يتابعوني وعيالهم مو موجودين وصلونهم هالكلام، عسى الله ينفعهم فيه يا رب. عندي درزن نصايح، شيء بيتزا وشيء زعتر. 12 نصيحة إن شاء الله، خاصة هالوقت الاختبارات. أنا ما راح أتكلم عن شلون تدرس وتلاحظ، هذا خلصنا الحين. إحنا الاختبارات حزتها، قسمتهم على 3 أقسام. القسم الأول ليلة الاختبار، القسم الثاني يوم الاختبار وأنت تختبر، القسم الثالث عامة في فترة اختبارات هذا الأسبوع كله. ضروري ضروري يعني تنتبهون لهم. 4 نصايح في كل قسم، مجموعهم 12 نصيحة. أنا قاعد أقول لهم النصايح هذه من باب تجربة. اللي عرفني من ربعي القدم، أنا كنت متفوق، كنت يعني الأول على دفعتي في تشعب رياضيات بالثانوي، معدلي 3.98. بس عشان تثقون بالكلام اللي قاعد أقول لكم، مو قاعد أقول كلام نظري أنا جربته وعشت هذا، وأنصح فيه الحين العيال وأنصح فيه الطلبة. ركزوا معي بالراحة. يهمنا احنا بالنصايح هذه كلها، الهدف ان نحافظ كثر ما نقدر على النفسيه. الطالب ضروري يدخل بنفسيه مرتاح شوي. ما راح اقول والله يدخل راهي، ما في توتر، ما في قلق، ما في خرع، هذا شوي موجود، بس كل ما خفت صار احسن لك، ياثر على ادائك حتى في الاختبار. زين، النصائح الاولى اللي هي ليله الاختبار، اللي يعني الحين حق اختبار باكر، شو تسوي؟ رقم 1، حاول تراجع مراجعه عامه للماده. طبعا هذا الكلام اذا كان الواحد دارس من قبل، صح راح يراجع مراجعه عامه ويركز على الاشياء المهمه، بس اذا ما كان دارس من قبل وايد، فاليوم الله يعينه راح يظل يحفظ وايد. احنا نقول لازم تشمل الماده كلها بالمراجعه، لا تهيئ شيء. راجع التعاريف بسرعه، راجع الكلمات الانجليزي مثلا، راجع مسائل رياضيات، راجع القوانين، راجع القواعد في اللغه العربيه، راجع كذي مرور كامل على الماده بكبرها، شيء سريع. الشيء اللي تحس انك انت محتاج انك تحفظه ما حفظته، اوكي حفظه. هذه النصيحة الأولى، ضروري تلم المادة كلها. 2، انتبه للأكل. انتبه لأكلك أيام اختبارات، يعني ما لا داعي تب كنتاكي لأنه وراء عور بطن، فوخر عن الأكل اللي يعور بطنك، اللي الله يعزك باكر الحمام. مو وقت، أنت مو فاضي الحين تنشغل بشيء ثاني، ما أقصد لا تاكل بالعافية، بس خفف شوي، لا تثقل على روحك. لا تاكل الاكل اللي يؤذيك ويسبب لك ازمه. حاول تتجنب شوي المطاعم، لا قدر الله باكر يصير فيك تسمم ولا مشروع للطبيب، انت مو فاضي، مو وقت اصلا، بيوترك وايد، يمكن حتى ما تقدر تدخل الاختبار، فانتبه حق اكلك. النصيحه الثالثه، لا تسهر. اسمع الكلام، ادري بعضكم يقول بقى انا قزرتها اصلا كذي طريقتي، اروح الامتحان سهران وارجع انام. لا ترى مو صح. انا ما اقول راح ياثر على امتحاناتك كلها، ممكن يكسر فيك مره، وهذه صارت وكلمونا يا مدرسينا، صارت في مره انه بسبب السهر والتعب راح الاختبار قفل، خلاص مخه وقف، ما قام يتذكر ولا شيء بسبب السهر. شيء ثاني، ايش هاليوم اللي انت قاعد تعيشه، اللي ترد من الاختبار قريب الظهر تنام ليه تقعد المغرب، مو حياه هذه، ترى فيها مشاكل وايد راح نقولها بعد شوي. بس لا تروح مواصل، لا تروح سهران، ادرس ماشي، ممكن تتاخر شوي بالنومه 10:30 11 ماشي عشان تخلص دراستك، بس نام، تقعد الفير ان شاء الله وتراجع وتروح امتحانك، لا تسهر. الشيء الرابع، ليله الاختبار هذا في الدراسه، حاول تتوقع الاسئله. يعني شلون؟ قبل شوي قلت لك مر على الماده كلها، صح؟ مرور عام، شيء سريع لازم مر عليها كلها، لكن انت لازم تتوقع شنو ممكن الاسئله اللي تجي لك عشان تركز عليها. اذا شلون اعرف انا الاسئله اللي ممكن تجيني واحتمال واتوقعها صح؟ من تركيز المدرس عليها، هذا واحد. كثرة أسئلة المدرس يركز عليها غالباً تي. أسئلة الكتاب وايد تي منها. نماذج اختبارات السنوات الماضية من مدرستك أو مدارس ثانية أو بعض المواقع. هذه الأسئلة اللي تشوفها متكررة تحس أنها مهمة، فتحاول تتوقعها. وخليك لماح كذي ذكي. تركيزك على الأسئلة مو يعني الباقي ما راح يجون ولا تدرسهم، لا، أنت دارس المادة كلها، لكن في أشياء أنا مركز عليها أنه 80% أتوقعها تي. ممكن طبعاً تبوش اللي ركزت عليه ماي، ممكن، لكن في الغالب إذا ركزت على المدرس، أسئلة الكتاب والامتحانات القديمة حليت منها، راح تصيد 80% من الامتحان أنت راح تعرف له. خلصنا 4 أشياء ليلة الاختبار. اليوم عرفت شو تسوي؟ تراجع مراجعة عامة،
اكلك خله زين، لا تسهر، حاول تتوقع الاسئله عشان تدرس الشيء المهم زين. اربع نصايح باكر وقت الاختبار. شوفوا نصيحه، لما تروح مدرسه قبل الامتحان نص ساعه ولا شيء، لا تراجع مع احد من الطلبه، لا تقول له درست هذا خاصه الشطار، شطار وخر عنهم. ليش؟ لانهم دائما بيراجعون درسوا هذا ودرسوا هذا، انت شوف هذا وين، هذا متى اعطونا، هذا ما ادري شنو، تتوتر. واحنا قلنا نبيك تدخل نفسيه مرتاحه. هالمراجعه السريعه هذه ما راح تفيدك ترى شيء، ما راح عندك تحفظ شيء. خلاص انت اللي سويت اللي عليك سويته امس وحافظت اللي تقدر عليه، والفير راجعت، روح الاختبار اهدى اهدى شويه، وخر عن المناقشات اللي بتصير قبل الاختبار بهذا ما ادري شنو وسوي كذي، هذا يوتر زياده. لا تظن انك انت الحين قاعد تراجع مع ربعك، مو وقت مراجعه هذا. فلا تناقش لا قبل الاختبار ولا عقب الاختبار. انا هذه نصيحتي وجهه نظري. طبعا حبايبي عيالي الطلبه، انا قاعد اقول الحين هذه الاشياء مو انه والله شيء انه لان الله قال كذي والرسول، لا ما في، هذه تجربتي انا لكم. انا كنت الحمد لله شاطر، هالاشياء كنت وايد احرص عليها وكانت تريحني، كانت تخليني ادخل الاختبار صدق وانا مرتاح. بعد الاختبار لا تراجع، ها ايش حليت صح وغلط، مو صح 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 غلط غلط، يقول لك واحد من الشطار هذيل لا غلط غلط صح صح يا، وتراجع النموذج وتدزونه لك تشوف نموذج اجابات الصحيحه وتقارنه باجاباتك. ليش ليش تسوي كذي؟ ايش تبي تعرف؟ تبي تعرف درجتك؟ ما هذا شنو ممكن يسبب لك؟ ممكن اذا عرفت ان حلك مو زين راح يحوشك احباط، اذا خلقك حتى مالك خلق تدرس حق امتحان باكر، انت ليش زين؟ خلاص انت انت بتعرف درجتك الحين ولا بعدين؟ يعني ما راح يصير شيء اذا عرفت الحين الدرجه. لا تقول لا والله يمكن زينه وتشجعني، اذا وده مو زينه، وده مو زينه، انت اذا حال زين خلاص انسى الموضوع. لكن المشكله انك اذا حال مو زين وتشوف الاجابات غير عنك يضيق خلقك، احنا مو ناقصين، خلقت الخلق مره واحده. اذكر اخوي اخوي فيصل اللي كان معي يقول لي، طبعا بعدين كان يسولف، يقول انا قبل الامتحان اذا مو شيء رحت امتحان امتحان مو زين، وابوي سالنا ما اقول له مو زين، اقول له الحمد لله زين سهل. ليش؟ يقول لأن لو الحين بقول له مو زين بيزفني، وعقب أسبوع أسبوعين تطلع الشهادة بيشوفها بيزفني مرة ثانية، فأخلي الزفة واحدة تالي عند الشهادة. صراحة صح، أنت خلقت الخلق واحدة تالي وقت الشهادة، إذا كان إن شاء الله ما يدخل خلقك. لكن لا تراجع لا قبل ولا عقب الاختبار، هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، لا تقرأ ورقة الاختبار، وهذه نصيحة مشاعة دائما ينصحوننا فيها وفي كتب الاختبارات. لما تستلم ورقة الامتحان اخذ نظرة سريعة عنها، افتح وشوف الأسئلة وشوف صعوبتها وحاول توزع الأسئلة على الوقت انا رأيي لا، رأيي تمسك الورقة تكتب اسمك والمعلومات المطلوبة، تفتح الصفحة الأولى ابدأ حل، لا تطالع شيء، لا تطالع، حل السؤال اللي ما تعرفه طوفه وكمل، حل صفحة ثانية حل. ليش؟ نفس الشيء لو صفحت وشفت ولا شفت اسئله صعبه تالي بتيك، اسئله ضيق الخلق راح توترك حتى على الاسئله اللي بدايتها السهله اللي ما فيها شيء. انا مو ناقص اشد اعصابي اوتر روحي، وش حق اسوي كذي؟ وش دعوه بوزع الاسئله؟ احنا كلنا ما عمرنا وزعنا اسئله، وهذا ما صارت كذي، ما قاعد واقعيا لا. فمن تمسك الورقه ابدا حل، لا تشوف الاسئله كلها شنو ما لك شغل فيها، حل اللي عندك قدامك، تحل تحل تحل، سؤال ما عرفته طوفه، حل اللي وراه لين تمر على الامتحان كله، بعدين ارجع حق الاسئله مره ثانيه اللي ما عرفتها وراجعها وحلها، اسال مدرس يشرح لك يوضح لك اللي هو. واضح الفكره؟ لا تتصفح ورقه امتحانات من اول ما تكلو الورقه، ابدا بالحل مباشره. انا هذا رايي، هذه وجهه نظري. طبعا انا كل الاشياء اللي قاعد اقولها عشان الهدف منها انك انت ما تتوتر. مراجعتك قبل الامتحان مع ربعك او عقب الامتحان تعرف اجابات ممكن يوترك، شوفتك للاسئله وتمر عليك اسئله صعبه تالي يوترك، انا ما بك تتوتر، انا بك تهدى. واضح؟ النصيحه الثالثه، لا تنسى دعاء اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. من يصير عليك مشكله شيء صعب بالامتحان قول هالدعاء ورب سبحانه ييسر لك. وبعد مو بس كذي، حاول تستغفر، ما يخالف تقعد تمتحن وشفت علقت على سؤال ومو قادر تحله، اقعد كذي حط القلم دقيقتين، بس دقيقتين، انا ما اقول لك وقت الاختبار بيروح ما راح يصير شيء، دقيقتين دقيقتين بس، استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الله يفتح عليك. جربها ان شاء الله باذن الله، الله يوفقك وما يخيبك. هذه النصيحه الثالثه. طبعا هي رقم كم في النصائح كلها؟ تقعد تسجلون ولا بس كذي؟ هذه رقم 7 في النصائح كلها، لكن في يوم الاختبار تعتبر نصيحه رقم 3. نصيحه رقم 4، دير بالك تغش او تغشش، ما نبي الحرام، ما نبي الحرام، نبي الله يوفقنا بالصح.
شهادتك هذه باكر ان شاء الله امتحانك اللي تتفوق فيه او تنجح فيه تاخذ شهادتك باكر، تروح الصف اللي وراه تاخذ شهادتك، بامتحاناتك باكر هذه شهاده تقدمها تدرس فيها جامعه تاخذ شهادتك تتوظف فيها. فاذا كنت انت ناجح اصلا على الغش يعني معاشك ممكن يصير حرام، دير بالك لا تبني حياتك يا حبيبي على الغش. يضيع سؤال تروح منك درجات ولا تتحمل سيئات من رب العالمين، لا تاخذ شيء، دير بالك. لو شنو لو شنو لا تغش ولا تغشش. يعني في بعض الطلبة الشطار ما يغشون أصلا ما يحتاج يغش، بس يغشش ربعه، لا لا لأظن هذا من الرجولة ولا ربعي ما خليهم وفزعة، كلام فاضي، هذا حرام، أنت قاعد تسوي شيء الله ما يرضاه، فانتبه حق هالموضوع، دير بالك تغش. خلصنا الأربعة زين، باقي النصائح الأربعة الأخيرة اللي هي العامة، إن شاء الله ما أكون أنا قلت لكم ربع ساعة، إن شاء الله خلصوا بأربع دقائق الباقية. النصيحة الأولى في النصائح العامة الباقية، الله الله في الصلاة. أي قبل في وقت الاختبارات أحيانا كنا نشوف الطلبة ربعنا مرات يوم المسجد في وقت الامتحانات، ما كان يوم مسجد أصلا قبل، بس وقت الاختبارات تلقى على طول قاعد في المسجد. ليش؟ يدر أنه هو الحين محتاج الله، محتاج رب العالمين، يبي الله يوفقه فيصلي، مو منافق صح، أنت محتاج ربك روح له، فلازم تحافظ على صلاتك. أنا استغرب بعض الطلبة أو الطالبات اللي يشد حيله ويدرس ويجيب مدرسين وملخصات ويروح حق معاهد ويحل كل شيء يسوي إلا أنه ما يصلي. شلون ما تصلي أنت؟ أنت شو تبي الله يوفقك؟ يعني وليش ما قاعد تصلي؟ يعني شنو المشكلة أنك ما تصلي؟ شو بفهم أنا؟ 10 دقائق بتأخرك عن الدراسة بتقول لي من صدقك بتقول لي مثلا والله ما عندي وقت أصلي؟ استحلوا هيك عيب؟ أنت شنك تقول أنا يا ربي ما عندي وقت لك أصلا، ما أنا ما عندي وقت لك يا رب، أنا بس فاضي. شو هالكلام؟ انت من اللي بيوفقك امتحاناتك؟ من اللي بينك شكلك تتفوق؟ عبالك دراستك؟ عبالك شطارتك وحفظك وذكائك؟ ترى لو الله سبحانه وتعالى يبي كان يسحب عليك نومه ويروح الاختبار، ولا نسيك كل المعلومات، ولا خليك ما تفهم شيء، الله قادر يسوي لك كذي. انت محتاج لرب العالمين، لازم تتقرب له اكثر، واهم شيء تتقرب حق الله سبحانه وتعالى بصلاتك. مو بس عشان وقت الامتحانات، لا بشكل عام، بس الحين تحرص عليها اكثر. صلاتك لا تفوتك، دير بالك، شباب وبنات. تبي الله يوفقك احرص على صلاتك. ايش فايده انت باكر تصير ناجح ومتفوق وما تصلي؟ والله ما منك فايده، ما نبي منك شيء. واحد ما يصلي يساوي صفر عند الله، فصلاتك لا تنساها. رقم 2، حاول كل يوم تقرا لك لو صفحه واحده من القران. صفحه واحده يا حبايبي ترى ما تاخذ منك 3 دقائق. اقرا قران عشان ربي يبارك لك، القران بركه، عشان الله يبارك بوقتك، يبارك بمعلوماتك، يبارك بعقلك وحفظك، يبارك في امتحانك. صفحة واحدة بس، 3 دقائق تقرأها، سواء تبي قبل لا تنام أو أنت أوقات الراحة بعد الصلاة، إنهم لا يمر يوم وأنت ما فتحت المصحف. افتح المصحف تقرأ في صفحة واحدة 3 دقائق وتسكر المصحف. هذه النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة، حاول تسوي خير. يعني شنو أسوي خير؟ يعني حاول تساعد آدمي. زي شلون اساعد ادمي؟ يعني مثلا واحد من ربعك او واحده من رفيجاتك تبي معلومه في المدرسه طايفتها، تبي صوره تصورينها كابتشر تنزلها واتساب حق امتحان باكر، او واحد برا محتاج مساعده فقير تتصدقين عليه، او العامل يعني عمال نظافه المدرسه تعطي مسكين ربع دينار ولا اي شيء. ليش؟ لان احنا نعرف ان من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. اذا انت كنت في حاجه اخوانك وتساعدهم وتعينهم، الله راح يعينك ويكون في حاجتك وانت محتاج في الامتحان، الله يعينك ويفتح عليك ويوفقك ويسهل عليك وينجحك. تبي الله يعينك، عشان الله يعينك انت تعين الغير. كل ما ساعدت الناس رب العالمين راح يساعدك ما يخليك. والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، طالما انت قاعد تساعد فرب العالمين ما راح يتركك، ويمكن يسهل عليك امتحان كان صعب بالنسبه لك لانك امس ساعدت فلان وفلان وفلان. اللي تقدر عليه، شنو تقدر تساعد سو بصدقة، معلومة تعطيها، مسألة فهم إياها، المهم أنك حاول تساعد. واضح؟ أنا نصيحة ثالثة. النصيحة الرابعة والأخيرة، الدعاء. لا تنسى ترفع إيدك، يا رب توفقني، وبس حقك، يا رب توفق إخواني، توفق ربعي اللي بالمدرسة، يا رب توفق صديقاتي اللي معاي بالصف. ادعو حق غيرك عشان الملك يقول يا ربي ولك مثله، آمين ولك مثله. والوالدينك يدعون لك، الوالدين يدعوا حق عيالكم وعيال إخوانكم وعيال جيرانكم وعيال ربعكم. لا تنسون الدعاء، الله يوفقكم بالدعاء. إذا سويت هالأشياء هذه كلها بإذن الله راح تطلع بشيء زين. أعيدهم بسرعة ولا خلاص كتبتهم؟ يلا خلينا نعيدهم حق اليوم متأخر كلهم مع بعض. ها، ليلة اختبار، 1 مراجعة عامة للمادة، 2
تبارك على الأكل، لا تأكل شيء مو زين ولا برا ولا مو نظيف. ثلاثة، لا تسهر. أربعة، حاول تتوقع الأسئلة عشان تركز على الأشياء المهمة. يوم الاختبار، واحد، لا تراجع لا قبل الامتحان مع الطلبة ولا قبل الامتحان، تشيك على أسئلتك إجاباتك صحيحة ولا مالك شغل انسى. اثنين، لما تستلم ورقة الامتحان لا طالع تصفح وتشوف الأسئلة اللي آخر شيء، حل من تيك الورقة حل على طول كمل، واللي ما تعرفه طو فوق وتعال بعدين. ثلاثة، لا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، واستغفر إذا توهكت. أربعة، لا تغش. خلصنا من ثمانية، الملاحظات العامة أو النصائح العامة، صلاتك أهم شيء بحياتك. اثنين، قرآن لو صفحة باليوم ثلاث دقائق. ثلاثة، ساعد غيرك عشان الله يساعدك بأي خدمة تقدمها له. أربعة، الدعاء، ادعو لنفسك وادعو لغيرك، والديك يدعو لك، وعسى ربي يوفقكم وينجحكم ويفرحكم، وإن شاء الله تعطلون عطلة طويلة هي طويلة سج، وأنتم مستانسين وفرحانين، وإن شاء الله نتكلم بعدين عن لايف، يعني ما أدري يسمونه لايف النجاح ولا لايف العطلة. على العموم أنا خلصت باختصار، إن شاء الله ما أكون طولت ربع ساعة مثل ما قلت لكم. هذا شيء بسيط، اللي عنده الحين دراسة يروح يكمل دراسة عسى الله يوفقه، اللي مخلص وحاب يسأل واستفسارات أنا الحين بس أطلع من هاللايف أحفظها لكم بالستوري، والحين على طول ثواني راح أدخل لكم مرة ثانية حق أي واحد عنده سؤال سواء على الدراسة أو غير الدراسة، بس الأولوية حق اللي عنده مسألة على الاختبارات والنصائح هذه. ماشي ماشي، دقائق وياكم أو ثواني وياكم.